السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من لعبة بنرلور جيم اوف ثرونز. مود جيم اوف ثرونز، عندنا زيارة خفيفة لطيفة هنا، والله مش لطيفة الا واحد طفشني. خلنا نصفط الموتر، هذا مسكين من الصبح جالس يلاحق فيني، لو علمتني ركبتك. ما علينا، نشوف له ترتيب مع الخيول. ما شاء الله حرس الترتيب، ها الحين يطير راسه هذا اللي داخل. من المفترض اني انا اكون جالس على هذا العرش، ولكن وش نسوي عاد؟ هذا مين؟ هذا كأنه واحد من ربعنا. اي والله جيمي لانستر، وش تسوي هنا يا جيمي؟ جالس يتغدى يتعشى بعد الحرب، وخذنا القلاع وانتقمنا من دثراكي. تسمعون صوت سيوف برا كذا جالسين يدربون الناس وانا بغيت احترق. المهم جايين عند الاخ الطيب هذا يا اخوان، هو اخر واحد او اخر من تبقى في مملكة الدثراكي من غير الانضمام لنا. كان عندي سجين افرجت عنه قبل ابدا التصوير، وقلت بشوف العلاقه مع 13 حاليا. نقول له يا حبيب القلب، يعني وش رايك في بورتو؟ بورتو من هو بورتو؟ الحين مسك بعد ما طيرنا راس القائد حق الدثراكي، مسك الحكم ولده. ام هابي ستيل هابي يعني، اوكي حتى مع الولد الصغير هذا الحاكم الجديد. طيب بطول بالي بعطيه فرصه بما انه ابو زوجتي، يعني ما يصير كذا نطير راسه. احتراما وتقديرا لام العيال فقط نضبطه بالفلوس. كم نعطيه؟ 3 مليون وصلت انا، أعطيه 30,000 يستاهل. 30,000 بس لتحسين علاقة، زادت 2 إلى 15. طيب يا حبيب القلب، الحين أتوقع لو كلمته ما في فائدة، خلنا أعطيه شوية وقت وأصير أعطيه فلوس كذا مبلغ وبعدين أشاوره. قال لي إيه توكلنا على الله، قال لي لا طيرت راسه. هذه بس ترويكم اللقطة عشان لا تقولون لي كيف طيرت راسه وكذا، هذا أنتوا عرفتوا. أنت بتم تلاحقني كذا، والله يا وراك مشوار طويل. توكلنا على الله. ما شاء الله في ملابس جديدة ملاحظها كذا، في تغييرات خفيفة كذا في المدن. الشعب يرقص وفالة مستانس. والله بعد شوي يجيكم المنجنيق والحفلة الصحيحة. ما علينا من هذا كله، الحفلة الصحيحة أرويكم إياها. الحمار هذا اللي تحت والحمار هذا اللي هنا، ما في أتوقع شيء اللي صار. فما مداني أقول بسم الله أضبط علاقات السلام إلا والمزيونة هذه أعلنت الحرب علي. دينيريس تارغاريان بكل أناقة وكياته قالت لي نبي نعلن الحرب. قلت لها أبشري، لكن قوتهم كيف؟ خلنا نشوف قوتهم. طبعا أعلنت سلام مع البقية ما عدا الحلوين هذا الاثنين، كنت بتفاهم معهم الحشرات، لكن تارغاريان صراحة أشغلوني. وقوتهم 8700. الهاوس تارغاريان يا إخوان هذه قائدتهم من عائلة تارغاريان، عندهم 1 2 3 4 5 عوائل غير الأسرة الحاكمة والعائلة الحاكمة. فبحاول يضمهم، برسل رسائل لكل القادة حقهم ونشوف يمكن في أحد ينسحب معي بدل لا أواجه الجميع. مثل ما شفتوا قوتهم صراحة مرة يعني بواجه صعوبة. أرسلنا رسائل للجميع ونشوف إيش يصير معنا. قوتنا كلنا الحين تقريبا ما عدا الوحيد هذا زد 100، حاليا احنا 502 يعني 602. فلازم اني اتمشى مع نمشي مع بعض. حلوة نتمشى هذه. اول رسالة وصلت نشوف لورد داريو، صراحة ما اذكر العائلات هذه في المسلسل. لويالتي يقول يا مهبي لاغتي كانت مع سالب 48، فشي متوقع انه يرفض. لورد سالور هذا داخل قلعة والحين بواجه مشكلة برويكم اياها بعد شوي. وش رايك وات؟ في شيء غلط يا اخوان. والله هذا وافق بس وشلون هذا؟ اي تكفى، هذا لازم اضبطه بسيف، برجع بتخزينه والله عشانه. لورد سالور هذا الوحيد الذكي بينهم اللي راح ينضم لي، عنده الهونست او الاونر صادق، فلازم نكون معه صادقين. هذا الاونر مفروض نفكتب. خربيتك والله، لا ارجع بتخزينه 20 مره. وات اعطاني فرصه ثانيه يا عيال، وشلون بغيت اطلع انا؟ كم فلوس يريد؟ 93، لا هذا الرقم نقراه صح، مو 93900 يعني مليون. مليون يبا يا اخوان، عندنا 3 مليون. كيف عائلته يا اخوان؟ لا ما شاء الله. هذه 5 بارتيات اتوقع. اوه عندهم 2 كهور من ضمنها صح، اللي رويتكم اياها لحالها كذا اللي على اليسار. يا اخي هذا ذكي والله ذكي. خلاص يبي الجيش كله يتوحد فوق كذا، ينزل على التارغاريان يجلد عينهم. تستاهل والله على ذكائك هذا، تستاهل. لو طلبت مليونين اعطيتك. طيب هنا النكبه، شفتوا النكبه؟ هذه النكبه يا اخوان، ممكن انها تستغلها كايجابيه ان دخلنا في وكرهم. ليه؟ لان قبل شويه وصلته رساله كان داخل القلعه، اذا ارسلت لاي شخص موجود داخل القلعه راح يسوي لك تلبورت عليه، وهذه اشكاليه صراحه. في شوف الحين حشرني كذا في وسطهم، كنت هنا
جابني هنا. يعني الشخص اللي كلمته قبل شوي كان موجود داخل هذه القلعة، واضح انه كان عندهم اجتماع هنا وخالفهم الرأي وما صدق بالله اني جيته. طيب الحين بدل لا ننزل لهم من فوق نبداهم من تحت كذا من حيث لا يحتسبون. الف ديفندر، لا لا خلهم يحتسبون. بنشوف واحدة ثانية. وصلت رسالة ثانية الى جوراح. يا رب انا ما اتذكر كذا المبالغ كنا ندفعها عشان نضم. وش اللي مليون مليون كل واحد؟ هذا علاقتي سالب واحد معه، وش رايك؟ ايش السالفة؟ معليش بالغلط، هذا هو سالب واحد، برسلها رسالة مرة ثانية. تال تروك، طروق هذا، طراق، يا طراق كيف علاقتي سالب 18؟ انا بالغلط قبل شوي ضغط هذا. What you saying exactly؟ يا سلام، مع ان سالب 18 يا عيال، سالب 18 ويقول لي What you saying يعني بينضم. هذا شريف هذا. جينيروس اونر كالكوليتنج، اسم العائله حقهم ستال وورد شيلدز، شكلهم كلهم شيلدات على يا ساتر. الممبرز في واحد شغال عنده ما شاء الله اطفال كثير. طيب نرسل له نحاول معه، يا ريتني خزنت. خلنا اعطيها محاوله يا رجال ان شاء الله تضبط دام انه يعطيني فرصه ثانيه. شوف هنا يقول لي 7% و25، يخدعني. لا والله ما خدعني، انا جالس اخدع نفسي. طيب عطنا محاوله ثانيه. 55 و55. كالكوليتنج تشارم اونر تشارم، هو ايش عنده؟ كالكوليتنج ما عنده تشارم. جنرس وهونست برضه بصمل على هذه. اوكي سكسس. يلا يا كريم، كنا مع بعض مع دينيرس ترقانين المدة طويلة وحروب كثيرة. طيب ليه تبي تسحب عليها النصاب؟ هنا كل النسب 100% يعني راح يوافق على اي شيء، بس كله كذب انا عارف. والله وافق، اتوقع لان تشارم عندي عالي مفروض اني اقول لها I have a strategy to win. ايوه واضحة هذه، لأنه عنده calculating فيحسب everything calculated. You might be correct، يقول لعلك على صواب، بس كم فلوس؟ 400,000. شوف هذا اللي ممكن تتفاهم معه. أنا شكلي في الموسم الأول يا عيال أدفع 400,000 وأحسبها 40,000. أنا شكيت في وضعي، برجع بشوف المقاطع الأولية. جميل جدا، ضمينا عائلتين وحنا ما قلنا بسم الله. إيش الحرب هذه؟ شوف قبل شوي كانوا 5 صح؟ غير العائلة الحاكمة، فبقول الحين 3. والله أحس البقية حتى بيوافقون ما عندهم مشكلة. هيا لورد جوراه، كلهم يحبون المزة هذيك تحكمهم يعني ولا كيف؟ أوكي هذا الوحيد لورد جوراه، هذا اللي مع أن صفاته كلها كذب ومدري إيش، إلا أنه شريف. لورد جوراه هذا شريف يا إخوان، إذا صدناه مفروض ما نعدمه. البقية كلهم باعوها. طيب نشوف العائلة الثانية اللي انضمت ايش معاهم. ما زالت الممالك هذه نفس ما هي الأربعة، طبعا الأسرة الحاكمة ماسكة هذه، والثلاث أسر اللي ما وافقوا بسبب انه عندهم مدن كبيرة. اتوقع هذا السبب، علاقتها يعني مضبوطة مع الحاكمة. طيب نشوف، نمشي 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 نمشي، ممكن في حركة لو ادخل الهايد اوت راح يزيد علاقتي مع الحلوين هذا. بس حنا وين والهايد اوت وين يا عيال؟ وبعدين شفنا واحد سالب 19 يقبل. مسألة ما هي بمسألة ريليشن، والله العظيم ما هي بمسألة ريليشن. أنا شكيت في الوضع، وهذاك النسيب جالس أترجاه وأعطيه فلوس عشان أرفع ريليشن شيب، وصلت 20 ولا وافق، وهذا وهو خصمي سالب 20 ويوافق. هذه الدفاعات سلمكم الله فيها 1000، وهذيك 1000، والأسرة الحاكمة أكيد أقل شيء 1000، والمصيبة أنهم مدرعين. باقي مانتوس، هذه مانتوس توقع في واحد باقي ما وصلت رسالتي له. خلينا نشوف، نقدم الوقت شوي. طيب وين اللي انضم لي هذا؟ اي يا هلا بكم يا هلا بكم. بديت الحلقه صراحه في وقت ممتاز، انفلونس كافي. ايوه دينيرس تارغاريان ارمي، مستحيل يدخلون علي. والله شوفها متوجهه لي، في خدعه هنا، في خدعه بصريه، ما هي متوجهه لي. يا الربع ايش القوه هذه؟ تحسب المخصيين هذا اللي بيفيدونها؟ معليش على الكلمه يا شباب، بس هذا ارمي في المسلسل كذا حشمرينه. يو مي فايت اس بت ماني اوف يور من ويل بي كيلد، رجالك راح يموتون وانت بتخسر. يعني ايش تبغيني استسلم؟ وجهها عبيط صراحه وهي معصبه، على اساس لانها هجمت عشان كذا جايب لي هذا الكلام. خرب بيت ام الشطحه يا شيخ، والله الساحه جميله جدا. هذه جيوشنا وهذه جيوشهم، اغلبهم طبعا ايش؟ الخياله. اوف يا الدروع، اوف يا الدروع الحمر. هلا بي، تحسب هذا اللي بيحمونها؟ اجمل شيء في الموضوع ان عندي الشيلد وول، عددهم كثير مقارنه بالاسهم 350، فمستحيل يخترقوني. شيلد وول والاسهم طبعا نفرقهم. هذه التشكيله اعتمدها انا في كل الحروب، بس ارويكم اياها بدايه الحلقه او في اول حرب. الاسهم هذا اخليهم بعيد، حاول قدر الامكان ارجعهم ونفرقهم. هذا لدعم بس، بما ان الخياله هناك برجعهم هنا ويقابلون زي ما تشوفون. هذا فولو مي. يا الهي يا الهي يا الهي، هذا رمات الاسهم على فكره، خيالتنا شوي تدري.
برجعهم هنا، لأن صراحة ما ودي إنهم يشتبكون، إحنا في وضعية الدفاع. خلهم جنب الأسهم أحسن. يا سلام على العمالقة يدافعون. 67 دمج. ودي أشوف الدرع هذا كم. أوكي ضربتين عشان يموت. أوه هنا مكان مرتفع. أوكي. بياخذون ادفانتج هذا علينا. انا ما اكره الا الاسهم. الاسهم مش مدرعين عندهم بس اوف. هذه اسهم جثني ولا رماح؟ انا شكلي بموت كذا. رماحهم قوية خربيتهم. افا لا 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 والله بغيت اطير راس خويي. هات الخيل يا وسخ. ارقى ارقى. انا دائما معاركي كلها نطيح من الخيل. everyone charge. والله معركة. العدد كان لنا بس شوفوا كم قتلوا فين، يعني كاننا متساويين. هذا اخر واحد. الجاينت اكثر واحد قاتل 19. احنا كنا متفوقين عليهم 200 رجال اكثر منهم، وفوق هذا مات عندنا 200 شخص. انا ما قتلت الا 22، وهذا يوضح قوة تارجاريان. البلاك رات تعال بريزنر. الفار الاسود شكله هذا قائد ال ما ادري وش يسميهم. والله ما ادري وش يسميهم. خليه سجين في فترة الحرب بعدين انحرره. ما ودي اعدمه. في واحد كتب لي في الكومنت قال لي الكل اعلن عليك الحرب قبل بسبب انك تهورت في الاعدامات في هالموسم يعني من اللعبه. انسوليد اساميهم انسوليد. اوكي انا اسف. بناخذ 10 من الانسوليد. الحين المصيبه جيشنا طار. تعال 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 تعال. مين اللي اخذها؟ تشاغن. تشاغن هذا اللي اخذها بريزنر. اوه البنيه، البنيه الوحيده في الارمي حقنا اتوقع هي اللي اخذتها. يب والله هي الوحيده بين الرجال كلهم من باب الحشمه شكلها. تعالي يا تشاغن تعالي. ترانسفر دينيس تارجاريان. ايوه ايش لازم اوفر تستهبل هذه؟ نتبادل يعني ولا كيف؟ شت يا عيال على بالي والله اخذ السجين على كيفي. وشلون تملكها هي؟ طيب خذ السيوف هذه مقابل انها تعطيني. ما ادري السيوف هذه قيمتها 10,000 تقريبا، بس جاني فضول يعني بالفلوس كم بتقبل؟ 9500 راس دينيرس تارجاريان. تعلمت شيء جديد، لكن من الاساس ليه ما انا اخذه؟ انا اللي تعرضت للهجوم. يا هلا ومرحبا ومسهلا. ترجف يا اخوان والله ترجف. اللي يأكد صحة كلامه اللي كتب لي في الكومنت ان العوائل كلهم اعلنوا الحرب بسبب هذا الموضوع. شوف ريليشن تشينج كله سكند سن، العوائل كلها حتى من ضمنها الستارك، كل العوائل اللعبة تقريبا سالب 30 الى سالب 10. يعني معليش يا شباب ما اقدر صراحة. يا شيخ طير او جدها بس تعلن الحرب علينا. ايوه has lost his honest. يا رجال بلا honest ولا زق. على ما في خيلكم اركبوه. ترين اسمع الحين طرنطة علي بسوي لكم كتلة لما يخلص الطرن وطرن مع العوائل كلها. الحلقة الاخيرة صراحة شفتها مزعجة جدا يوم اسوي الادت. انا بوجه باتجاه هذه المدينة الوحيدة لهم من بين الاربع مدن، هي الوحيدة اللي بعيدة هنا. غير كذا اللي ينضم لي قلعته قريبة منهم فما ودينا يهاجمونه. واستدعيت الجميع انا وبنهجم على هذه المدينة. اخيرا خلص الطرنق والطرنق. من هذا دراي ارمي. شوفوا شوفوا يا شباب يقرب لي عشان يصيدني. يخرب بيتكم. خل هذا بس يدخل معي. 700 وهم حشرات كذا يفكهم. تعال تعال نركض من مين احنا؟ نركض من مين عن ابوك؟ تعال جهوق. ومن هذا جهوق؟ وهذا كلمته؟ شلون مرسل؟ من تارجاريان من كلان العائلة. دثراكي كلب يشبه كالدروغو، يمكن هو اللي متزوج دينيريس. فاسل اوف هاوس. طيب 779 و717. انا صراحة جيشي دخلته في معارك كنت اريدها تكون في مدن ونحتل. اذا فزنا في هذه المعركة انا متأكد ان كثير منهم راح ينقلب ضدهم، يعني كثير منهم راح ينضم لي، لان الموازين بتختلف بتكون قوتنا اكثر منهم اتوقع كذا. بس الغريب في الموضوع صراحة ان عائلتين انضموا لنا رغم انهم كانوا اقوى، ما زالت قوتهم كانت ضعف قوتنا.
هنا الخيالة واضح انهم اكثر. حنا في مرتفع فهذه ايجابية جميلة جدا لنا. نحاول قدر الامكان نخفف من خيالتهم لان العدد كله في الخيالة. افترقوا، انقسموا يمين ويسار. تعالوا هنا، انا جالس اوجه بس السيوف الخيالة، ابي اسحبهم بعيد من الاسهم. ايوه ادخل تشارج. الحين غرف في ابو جدهم. ظهروا مات الاسهم، ما زالت اسهمهم توصلنا. جالس اشوف اسهم تطيح. اي والله ارجعوا 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 وراء، ارجعوا نغرف كم واحد على السريع كذا. شيت شوف رماحهم، والله لو دخلنا بالخيالة هنا يعطونا شيلد وول ابن حلال. ايوه اعطاهم اتاك. رجعهم، عرف بالخيانة رجعهم الكلب. يخرب بيتهم يا الربع مقواهم. والله بنزل عندهم. يا ليل. اوه شت 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 شت. معركة. وات. الله يخرب بيت رمات الاسهم. شوف سهمين عشان يموت. آخ أقسم بالله أنها بغت تهج، ورب الكعبة بغت تهج. قتلت 41 بس. والله التارجاري يعني يا قوي يا قوي. كينج غري وورم حياك الله وبياك. وبران يا مرحبا بك. لورد داريو مدريش ريليشن انكريس وذ ستول وورد شيلدز، اللي هم انضموا لي الظاهر، جالسين يحرقون مدينتهم بياخذونها. خلنا نشوف القوة كم باقي لهم. الحين تساوينا يا عيال مع التارجاريان، هزمنا تقريبا 1700 في الحروب وضمينا كلانين والحين تساوينا معهم. يا الله يا لطيف. وين اللي على وشك انهم ينهوني؟ غري وورم حياك الله وبياك. الشعب كله بيزعل 30 زيه زي الملك، مع انهم مش قادة مجرد نبلاء. اوه بنسمع كثير من الونات. سالب براثيان، المهم جميع العوائل. طبعا الحين وضعنا ما يسمح ابدا ان نهجم وناخذ مدينة، فلذلك برجع وبجند. ميكينج بيس وذ تايروش. مين هذا تايروش؟ طيب اوكي. نايت ووتش حتى يزعلون. باقي لنا سارنر. ايش اللي اعطاني اياه؟ ديفيس اونر سالب واحد، ريبريزنت يور ريبوتيشن. السمعة زبالة عندي، والميرسي زبالة. اوه جيش هذا لسه ما انضم لي المية، والله كنت بتفرق معانا. خليني افكر اروح اهجم. هذه كم الدفاعات فيها؟ منتارس كان اسمها، 700 مدافع. خلنا نتعوذ من ابليس الروح. انتبهت لشغلة، فيها بارتيين، لو طلعوا البارتيين بيكونون 600. لا روح روح جند. وميكينج بيس وذ سارنر. شعب يبي يتفضل تارجاريان. اهنيك يا ذكي. صراحة ما ودي اسوي هذا الشيء ولكني مضطر ومستعجل. اخذ جنود من المدينة هذه بيس دثراك بحيث اني ما اتأخر، وانهم يضبطون دفاعاتهم.
أضعف مدينة حاليا عندهم هذه فيها 1000 وهذه 888 وهذه 600 وهذه 1000، هذه قلعة ما أحتاجها. فأضعف شيء مانتاريوس، مانتاريوس اللي هي الوحيدة هنا، راح توجه لها ونستدعي الجيوش. من هذا اللي أرسلت الرسالة؟ والله أنا ما أتذكر، لتكون من ضمن الرسائل اللي من بداية الحلقة. لا هذا داخل قلعة، راح أسوي لها تليبورت. ما أذكر من أنت بس، أها سلمي، سلمي هذا ما قابلته. وش رأيك بالأيم هابي؟ سار بمية علاقتي، سار بمية مستحيل يقبل. أوه اللي رايحين لهم، أوكي ما قبلت. 600 مدافع، سلم لي بيسج، بس غالبا أنهم راح يجون يدافعون عنا 100%، فبتصير معركة برا. إن شاء الله إني ألحق إني أدخل أو أكسر السور. شوف هنا كرفان هذا، أوكي والله من الربشة كسروا السور، الله ليهينكم. هي غالبا انهم بيتجمعون، شوف هنا 86 جالسين يتمشون. ايوه كسرنا السور، كسرنا الجهة اليمين. الدرج صراحة ما له لازمة اللي سويته، توكلنا على الله. هذا السور المكسور، جيب الجنود كله عنده، نتوجه اليمين على طول. خبيت دفاعاتكم. رماني برمح. اوف شوف شوف الكلات الخضراء على اليمين جت حطه في وسطهم المنجنيق. يا وسط. ايوه. توكلوا على الله. لو سمحت الطريق بس. نزلنا من الخيل يا ابوي. شغل غدرات جاهزين. نظام غدرات جاهزين. شوف كمية الجثث، شوف كمية الجثث، والله شيء مش طبيعي. نظام كسر السور والغدرة عجبني حيل والله من الحلقة الماضية يوم دخلنا 600 ضد 1000. بالله شوفوا جيشي يا اخوان عشان يعني تكونوا بالصورة. اقل شيء عندي تير 5 وهذا 5، كله 5 5 5 لين ما تنزل تحت هنا كلها 6، يعني الجيش كامل تخيل تير 5 و6، 200 جندي. سويت مانجا على السريع، ما قدرت اخذ جنود صراحة، ما في الا جندي واحد سحبته. وننطلق دقيقة خلنا ننظر. القلعة هذه ما زالت موجودة، الدفاعات في هذه المنطقة 889. يا اخي يحاربون احد ثاني. اي والله يحاربون دراجون ستون. اوكي يعني دراجون ستون بيحاولون الحين ياخذون الترجارين معي، او ياخذون مدن ترجارين. لازم نستعجل. مارين على فكرة هي كانت للأسرة الحاكمة اللي عدمناها، هنا 1000 وهنا 1000، فهذه وجهتنا مارين. ولازم ندافع، يعني اي ارمي نشوفه في طريقنا لازم ندافع، لان القوه اتساوت. دخلنا حربين معاهم تقريبا قتلنا منهم 2000 رجال وما زالت القوه متساويه. ميكينج بيس وذ هاوس تارجاريان، والله يخسي. وش اللي يس؟ يو جوينج تو سبند 290، يو ار جوينج تو سبند 290. نو انا كم عندي اساسا؟ ليه كذا صاير؟ راح يزعل شو اسمه ذا. والله نو 1000 نو. ولا والمشكله احنا بندفع لهم 4080. يا رجل تستهبل انت، هذا كم سرعته هذا؟ امشي امشي دور الارمي حقهم، خلنا نتمشى ونشوف. وات في احد يحرق هنا. اوه 177 هنا. طيب نطيرهم، عسى يمدينا نصيدهم بس. اي والله صدناهم، المعنوية 43 بتكون في خسائر. عطى سند يا رجال. 20 واحد، 30 واحد، 31 واحد بسيط. تعال يا حبيب قلبي. مورمنت من هذا؟ فورم. رفعنا المعنوية على حسابهم. شوية حشرات كانوا يداعبون القرية هذه عشان يرجعون المدينة هذه. 93 مدافع، فلازم يكون قريب منها. 93 مدافع هذه أي واحد بيشلها، فلازم يعني شوية هفرفر. شوف جوك 85 ثانين. وجهتهم هذه من جد والله ما راح يهاجمون فوق، يعجبوني أنا اللي جايين دفعة دفعة. لازم لازم حنا ننتظر شوي على بال ما الدفاعات. شوف الحين 102 كل ما تزيد، لاني معطيهم الميليشيات. خلينا نسوي ويت ان تاون ونشوف تحركات شو اسمه. الحلو في الموضوع انهم جالسين يجندون الحين، فبغيت اشوف تحركات
التارجاريان ولا أي حركة. خلنا نتوجه يا رجال. يمكن دفاعات الحين 132 كفاية. خلنا نتقدم أصلا كذا ولا كذا. لو هجمه ما راح تكون كافية. ودي أكون مقرب كذا أشوف الساحة ممكن حصل أحد هنا ولا هنا. يا سلام جهونغ أرمي وهنا الدفاعات 855. إذا قدرت أجيبه شليته هو طبعا بيروح بيسترجع. جاذرينج نير. أوه جالس يجمع جيش. فشوف يوم تضغط عليه مباشرة ينحاش على طول. رننج فروم كالدروغو. يور سيتلمنت اندر بيسيج. تكفى لا تقول لي احد يوصل. اي سيتلمنت. اوكي راحوا هنا ياخذون القلعة مو مشكلة. تدرون القلعة فضيتها من الجنود نفس ما قلت لكم في الحلقة الماضية. بيروح بيدافع. لا 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 يدخل في وضعية الدفاع. تكفى جايب الحشرات هذه كلها. 1250 كثير. خله يجمعهم. الله يخرب بيتك اطلع. خلنا نرجع من وراه. صير الوضع الحق ما تلحق والله. انه جالس يجمع جنود ويبي ياخذ بيسيج. انا عارف اي في جبل ممكن صيده. ما رده يلف هنا ولا هنا. هنا الحبكة يا عيال. هنا لازم تلعبها بحذر على الجبال هذه والحشرات اللي جنبه. والله لا تنحشر. ايوه هذا صدته اقسم بالله صدته ونحاش. اللي قلت متزوج دينيريس ماخذ شخصية كال دروغو طبعا من باب التشبيه يعني. والله صدناهم صيدة حلوة. المعركة هذه ما راح اشارك فيها يا عيال. بتكون ادارية بس كذا. المعركة بتكون ادارية بحت. ايش فيهم متفرقين؟ احلى شيء في اللعبة انه مش كل معركة لازم تدخل محاكاة تلعبها صح. انتصار جميل نقول. الله 1-1. وهات الغنايم هات. تعال يا حشرة تعال. 0 و 96. شوف لاني مشر هنا ما تحرك. الحين تحرك. والله بعض الاحيان يقرب جنبه بعدين تهوش له كذا تضغط عليه وتحاربه. مساكين تفرقوا. مسوي جذر ارمي على اساس انه يهجم ويسترجع. هذه 183 يعني دفاعات تحسنت فيها شويه. انا ما احب احط جنودي صراحه مدافعين. بالعكس اشيل اللي في القرصن واروح اهجم فيهم. اوف 1200 ليه 1200؟ في بارتيات كثير ما زال موجودين. ايش رايكم نعطيهم فرصه؟ اللي قبل شوي اخذنا مدينته هذا نكلمه. طبعا هو الليدر الحين بعد ما طيرنا راس شو اسمه. وهو الحين مفروض انه سجين عند جوشوا. بس ما يحتاج نعدمه خلاص يعني. عندي جنود زيادة نعطي الحلو هذا. أضعف شيء عندي ليفل 4. والله شيء جميل. يمديه ياخذ 200 ومعاه 75 بس. يعني والله مش بكامل قوتنا. بس أحس كل ما تأخرت كل ما يبنون دفاعات على طول. يعني نفس الشيء اللي أروح أجمعه يحطونه. وبعدين أنا هدفي الحين إني آخذ المدينة هذه حقت المالك لأني ما أقدر أضمها بعدين. وآخذ مدينة ثانية. الأخير واحد منهم أفضل علاقة فيهم. هذا مثلا سالب 100 وهذا سالب 41. جره راح أخليه وبحاول إني أضمه. نفس قصة الحبيب هذا جالس أنفخ فيه هذا جهاقو وكل شوي يعطيه من الفلوس. وأخرتها إيش سوالنا بالله؟ إيش سوالنا؟ قدامكم السالب ينضم وهذا ما ينضم. أوكي على بالي طلع الجيش. في مصابين عندهم. أنا مستغرب مصابين من وين جو. هل ستورم لاند هجموا عليهم؟ يا ربع الميليشيات عندهم قرابة 400. توقعون يمدينا. خلنا نحاول. اوكي وصلت رسالتنا. يا الحبيب اعطيناك فلوس كثير. ان ارمي. ارمي ضد من انت؟ تحارب مين انت؟ يحاربون ميس. المهم انه مسوي لها ارمي الذيبان. خلنا نعطيه فلوس. عشان المرة الجاية تحدد المصير. يا ينضم ويا هذا. خلنا نعطيه 40,000. والله حتى ما زاد شيء. الريشن سالب 45. هذا بسبب الاعدامات.
الأدمات تخرب حتى مع الجميع، الماب كله يزعل. أنا للحين لاحظ مخي موضوع أن أول اثنين كيف انضموا لي صراحة. إيش هذه؟ في رسالة وصلتني يبون يحررون سلمي برستن. خلا يتمردغ شوي لين ما يهرب. في جيش يا ليل. أيوة طلعوا 100. لا في 100 ثانية بيدخلون. أيوة طلع 56 ثانية. ما زالوا 1000. 980. جميل جدا بيسيج. طبعا غالبا راح يتجمعون هنا ويهاجموني. هذه المدينة تعتبر لهم كل شيء. ما شاء الله 400 ديفندنج مارين. طيب يمدينا نسوي ريب ونحشر هذا. لا ولا اوف شاركوا معاهم اتوقع البقية. تكفى قول لي 400. اي والله دخلوا معاهم 758. يلا مرة واحدة نطير روسهم ان شاء الله. هذه المعركة ودي اجرب شيء ثاني، نعطيهم وضعية الدائرة. الحين الاسهم هنا داخل دائرة صغيرة نوعا ما ضبط. نوعا ما ضبطت شوية بعد. يا سلام اخيرا ضبطتها. شيلد وول والاسهم داخل. نجرب وش يصير معنا هالمعركة. الاسهم الخيالة خليهم داخل كذا زينة. نشوف من وين جايين نحاول ننقص منهم. توكلنا على الله. جاي من قدامنا في جسر، انا لاحظت انه هنا بس ما اتوقع انهم يحتاجون الجسر. راح يهجمون. والله هذا يبطيهم تدري. هذا لصالحنا. والله هذا لصالحنا بس اني بعيد مرة. لكن في مكان مرتفع. خلنا اسحب ال هذا رمات اسهم. رمات الاسهم يكونون ضعيفين المفروض بالاسهم. نرجعهم الحين. شوف الوضع. هذاك ما ادري ليش جالسين هنا. احنا في وضعية هجوم ولا هم؟ كذا خربت الخطة والله. والله خربت الخطة. طيب الاسهم تعالوا هنا. والله غش. البحيرة غش. احنا في وضعية هجوم ما نقدر نركض بالخيالة. والله غش. خرب بيت انتوا دروعكم. شوف كيف دروعهم. احلى شيء انه يمديك تمسك الضربة لين ما تشوفه نزل الشيلد حقه وتضربه في الوقت المثالي. يا اخي ضربة هذا سريع مرة. الاسهم متمركزين. اوكي دوثراك الخائن. طير راسه هذا. طير راسه شوية مرتزقة حثالة. ودي انط وسطهم واغرف. جايين جلابيات النوم داخلين لي حرب. يا مرتزقة يا فشلة. جايين يحاربون ملاعق. يلا بس عداد على الفاضي. اقسم بالله دعس على جثثهم. ناقز على جثثهم. سهم احلى انتصار. هذا ما اقول لكم ميليشيات وشغلات تافهة. صح عليكم يا رماة الاسهم. انمي ارفلينج يو وندر باتل. اوكي كم مات مننا؟ 266. هل ما زال يمكننا الهجوم واخذ المدينة؟ لنرى في الحلقة القادمة. امزح امزح. بنهيها بنهيها الحلقة هذه ان شاء الله. 900 وحنا خل بس المصابين 240 مصاب يتعالج. خلهم يتعالجون اثناء الحصار. وهذا كان يبي يطلع. اطلع اطلع. انجوا بحياتكم وربي سحبوا على ابو المدينة. الا ال 139 هذا الغبي. والله يبي يموت معاهم وش نسوي له؟ 139. هذا نقتلهم جوع. باقي لهم يومين من الاكل. نكسر السور. و900 هذه بخليها متساوية معي. احسبوا اربع كم؟ 365 ميليشيات تافهة امسحها بنفسي. يعني 600 انا اعتبر الحرب هذه. واقلع ما ترحموش. اوفا زبن. اوف 700 مسرع. لسه ما حطيت القلاع كلها يا ابوي. نزل ابوهم كلهم الحين. واقلع ما ترحمهوش. ايوه لازم نكسر السور. في 200 جندي هنا. خرب بيتهم ما يخلصون. شوف خلص الاكل على طول. موت بس ابني درج وادخل.
اللعنة ابوه 368 من وين جايين هذيلا؟ معانا درج بندخل من جهة واحدة، السور صعب اني اكسره لانه بيجمعوا ال 200 وال 300 ويمكن في 300 ثانية جايين بعد. صراحة كان يبي لها سنتروب بس نحاول قدر الامكان نخفف. جاكم الموت يا تاركين الصلاة. يا اخي ودك تحط قنبلة كذا في وسطهم والله العظيم. خل الحافة هذه تصفى بس شوية. يا سلام. السلام عليكم. اوه عندي هنا اسهم لين ما اشبع. وين اللي يرمي عليها؟ الله يخرب بيتك. تعال 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 ابو جدك. ابلع بس نحاش. لا خرب بيت الخرشة. تقريبا 50 واحد مات من هنا. طبعا شكرا لكم على التوضيح. اللي يشردون هذا لهم يروحون لداخل القلعة، فلازم يكون فيزين زي الفيزين كذا تهجم عليها مرتين، وهذا اللي كنت أسأل عليه في الحلقة الماضية. وشكرا لكم على التوضيح في الكومنتات. معنوية حلو والله، 9 ممتاز، وصلتنا 70. 500 جندي بيحاول انه يرجع، فنعطيهم انتظار خفيف. لا والله من حاشين وضعية الدفاع ما راح يهجمون. والله هذا حرام اخليهم يروحون، راح يضايقوني بعدين. الدفاعات هناك مش كافية وبجلس الاحق فيهم لو سووا بسيج على مدينتي، فنخلص عليهم بعدين نرجع ناخذ القلعة هذه. تعال مرة واحدة ادخل مع ال 300 هذه تكفى. كويس انه ما يمديه ينحاش مجرد ما انه يبدا. احلى شيء ان هذه المعركة في قرية كذا، تحس انك من جد تدافع عن هذه القرية. مجموعة حثالة. اول ما بدأت المعركة والله انسحبوا. انا ايش سويت بالتشكيلات؟ جبت العيد بس انهم انسحبوا تخيل، ولسه ما هجمت. بلاك رات كم مرة يرحم والديك اصيدك خبرني. هذا الجراح راح احرره. ايوه ريد تكفى يا حبيب قلبي. يا اخي يسور يسور، انت غبي ولا غبي؟ تكفى 30 واحد راح عندهم حق 10 ايام اكل. وش عللها يا مدير؟ اديله ما ترحمهوش. والله ما كسروا ولا آلة عندي. دفاعات القلعة سيئة. هذا قرب ينكسر. شقيناهم الاثنين. الاكل باقي له يومين، ليه ما انتظر شوي؟ يا الربع بالله سؤال، هذا اللي تبنيه يقول لك بيلد كوست 20، وهذا نفس الشيء بيلد كوست 24، وهذا بيلد كوست 8. كوست من ايش؟ ايش العملة بالضبط؟ هذه الشغلة صراحة الوحيدة اللي ما فهمتها حتى الحين. يعني كل يوم بجيكم بسر. باقي لهم حق يوم واحد، والحين تشوف ال 521 كم راح يصيرون في جيش. 501 جاي. والله التارجاريان ما يخلصون يا عيال. ميك بيس نو. باقي لهم 2700. كل شوي يطلع لي 500 و600. خلنا نهجم بعدين وضعية الدفاع نتفاهم مع الثانيين. كلنا بندخل من جهة اليمين. في هذا مكسور وهذاك مكسور. السلام عليكم. وين طريق الرجعة؟ لا ترجع لا ترجع. وش فيك من حاش؟ في جلتش صاير هنا. انا رايح جاي في هالساعه. شلون توصل لهم هذول؟ انحاشوا. يا شارد من الموت يملاقيه. وربي هذا المثل اللي متطبق على الحلوين هذا من جد. ما انتبهت كم مات مننا، بس ان شاء الله انه العدد كافي انه يستقبل الجيش اللي مقبل.
ما شاء الله كل شيء متطور. هاي ال 500 والله انحاشوا، والله انحاشوا. مانج جاريسون، ما في جاريسون، قتلناهم اصلا، لكن ناخذهم كلهم. بيسوون بسيج اتوقع. في رسائل كثير تفوتني. اوكي ذا اوفر يو بيدفعون لي 1700 مش كافيه. يلا بس ترافلينج تو مدري ايش تو ريد رننج فروم كالدروغو بارتي. سرعتهم 3 بس نجيبهم، مع ان مصابين عندي كان مفروض ان ينتظر صراحه المصابين يتعالجون. بس الدب هذا خلينا نشوفه يمكن يبي ينضم. يقول لي تبغى ميك بيس، نقول له لا، اباك تترك الملك الضعيف حقكم جوهوغو وتنضم لي. قال لي جوهوغو ماي كينجز مان لونج ميب هي ليف، عسى عمره طويل. عمره طويل بس عمره قصير. هذا التنين لو كان موجود في اللعبه كان بيكون شيء يخليني انهي السلسله اليوم. مالكم بالطويله يا شباب، جيش مفسخين اقسم بالله. بس كيف قتلوا منا 100 والله ما ادري. هذا لا كنا نقول عليهم بس ما ادري. يانا من اللي بغيت اضمهم اتوقع. يانا الخير يانا، والفقر خلانا. هذا سكند، لا والله هذا ابو سالب 100 مع انه قوي. هذا الاثنين طيرتهم الظاهر من ربعه. انا بغيت اضم مرمنت. ايه مرمنت عنده 3 يا رجال بشيلها. الف ديفندر يخرب بيتك. اي ام ات يور ميرسي. طيب ليه تهجمين؟ سترونج بالمدري ايش. صاروا السجناء عندي اكثر من الجنود، وتقولون لي جالس تعدم كثير. والله يا شباب يعني احاول. ها شوفوا يعني ما يبى ينضم، يعني بشبك كم واحد انا. خلينا نفلها شوي نستمتع. الحين لازم اني اجمع لي كم من جندي ونرجع ناخذ المدينه الاخيره اللي ناويين عليها. صار فيها 1000 مدافع، ومنها بحط السجناء في فيس ديف. جتني رسالة تحرير بلاك رات، والله ما حررك لو ايش. هذا اول واحد ابغى اسجنه، بس خلنا نجند اللي نحصله في الطريق ونوصل لفيس ديف راه قبل احد ينحاش. مفروض اني اقدر اروح الكيب. جو تو ذا دنجن مانج بريزنرز. يا سلام تعالوا يا حلوين. بلاك رات وتراسي ويانا وسترونج مدري مين، كلكم شرفوا. هذا قطاع طرق ريد بات، حياكم الله. والله ودي اكمل بالاعدامات يا شباب. علاقتي كذا كذا سالب 100 مع جميع الممالك، لكن لاحظت الحلقه الاخيره جاتني كومنتات كثير ينتقدون اعدام الجميع. لكن في النهايه شوركم لابد اني اخذه ميك بيس. يا ابن الحلال ما نبي ما نبي ما نبي. حنا اللي اعلنا الحرب ولا هم؟ والله ما كنت ناوي عليهم. تعال نسيت ما اسوي شغله. مانج جاريسون، ودي اخذ الجاريسون اللي موجود كله نحتاجه حاليا. بخلي بس تير 2 40 واحد زايد عندي، بعطيه الوحش هذا. يانا هاز اسكيب فاست دثراك. وات ذا هيل، توني حطيته. السجناء ينحاشون شلون؟ يمكن اني شليت الجاريسون اللي كانوا يحرسون السجون. والله ممكن. والقلعة هذه ما فيها الا ركروت عاديين، لكن بناخذ برضه. وش فايدة القلعة اذا ما زرفنا منها الجنود؟ شيل وعبي، عبي الكومبانيون اللي عندي. الحين 1045 هذه نتوجه فيها. اشترنا للرجال اكل. ميكينج بيس. يا ربي يا كريم. وات ذا هيل، كيف وصل 4400؟ خرب بيتكم. والله يا اني بتلشت فيهم. جمع جنود. كويس انهم ما جو ياخذون هذه. فيها 300 مدافع وخلوها، ما ادري في شيء غريب. هنا كم مدافع؟ 995، يعني 1000. الحين كلهم بيرجعون الدفاع. كلهم هذا المئات اللي في الطريق قبل شوي شفناهم. ما شاء الله الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي كم؟ لسه ينتظرون، يبون يوصلون الألف. ان شاء الله يمديني بس احط الدرج. ايه مشوا. حددوا الحين بتمشون ولا بتجلسون هنا؟ باقي اكل 7 ايام، والله العظيم لا انقصهم. ما بدخل على 800. 800 كثير. خلينا نشوف اذا هجموا هذا لا هجموا. شوف يموتون 811 ولسه باقي اكل بس يموتون. الاكل ما يوصلهم كلهم يعني. فريدم اوف مدري مين، يلا بس. منتظرين احد، منتظرين احد واضح. 750. خلص الاكل. جميل جدا. 500. اوه انا فرقت الارمي حقي.
شوف الحين يوم نقصته يصيرون يهجمون. دمت يا رجال، كلهم ميليشيات ما شاء الله. خرب الشيلد وول حقهم، طلعهم لسهمنا. يا سلام. هذا اللي هاجم علي قبل شوي، هذا الاذكياء شوي عاد معاهم شيلدات. وشت رب الكعبة شطفة. خلاص يا شباب خلاص. وي ووو وصلنا. ماتوا 100 والله مش شوي. انا استعجلت بالحصار بس عشان انقذ ال 140 وال 140. لا ادري انهم بيتمون كذا مفرقين. ما يمديك تضم الجيش وانت في حصار. الحين نريح. Wait for some time. ما راح يتجمعوا، راح يتفرقون. يوم كذا سالفة، خلنا نطلع. منجد تاون سريع، اعطاه ميزانية. ترين ماليشيا. نطلع ونفرق الرجال. دسمس او دسباند ارمي وخلهم يلاحقون. والحق ما تلحق. شوف الحين هذا اللي سوى ارمي، اخوينا سوى ارمي ويجلسون يلاحقون فيهم، لاني انا حطيت الحرب بيننا وبينهم اوفنسيف بحيث انه هم اللي يهاجمون، ما يجلسون يدافعون عن المدن اللي اخذناهم. اشوفها توسع كبير صراحة على حساب التارجاريان. بحاول اني اضم هذا. في شغلة حلوة صراحة في الارميز، هو سوى ارمي هذا صح، دفع انفلونس عشان يجمع ارمي. ب 15 انفلونس يمديني يطق. كنسلت عليه الارمي. طبعا يزعل شيء بسيط، decreased by 1 يعني 1، وانا ارجع اسوي الارمي. في شيء انتكبت فيه هذه الحلقة اللي هو الدبلوماسية. مو الدبلوماسية، هو يفيدك بموضوع البيس مع الممالك الثانية، لكن الانفلونس طار عندي. رسلنا رسالة للحبيب نشوفه لعله ينضم. ما انضم يعني وش نسوي يعني. يسور اللي خذنا مملكته سوى ارمي، بحطه فيفرت بحيث اني اقدر اضمه بعدين. سكند سن حاليا هو في ارمي، فرض اني ما ارسل له رسالة. هنا 900 مدافع، بس قبل لا نقدر نشله لازم ان ننهي اسور. جراه وصلت رسالتي له، غالبا انه بيكون في الارمي اللي سواه ايسور. ما ادري وش المفترض انه نقوله لبعضنا البعض. والله يا صاحبي مهبي يقول ما زال سعيد بوجوده مع التارجاريان. اديناه فرصة ولا ما اديناه يا شباب؟ طبعا مجرد ما اهجم على هذه هم راح يجون، مفروض انهم يدافعون ولا امتسح وجودهم. ما في لهم اي قلعة بعد اتوقع، خل نتأكد. الا باقي وات، خذوا قلعتي اللي هناك. اوكي بسيطة. استابور وسخ. هذه عرفتوها، هذه اللي في وسط الدثراكي. هذه خلنا نرسلها رسالة. صراحة ودي اطير الارمي هذا، لو يقابلونا بيسوون خير. وصلت رسالتنا. What you saying exactly؟ الله اكبر عليك يا اخي، تفهم انت، وينك من زمان. Calculating و owner. هذا calculating، owner بالاحمر عنده هنا. النسبة هنا اعلى 25.7. يخرب بيت النسبة واللي يتبع النسبة. طيب اعطنا فرصة ثانية. مفروض هذي حلو. و calculating و owner هنا ما في اي شيء. هنا في calculating حلو. تكفى. I have strategy to win. هذي calculating مفروض. الحمد لله ضميناه. يا اخي والله يا شباب، واحد علمني حركة اني اجي اشوف شخصيته وش تريد واتبعها هنا. علمني اياها في الموسم الاول، الله يعطيك الف عافية. والله اختصرت لي شيء كثير. الحين ضميت ثلاثة بدون ما ارجع في التخزينة والله العظيم. يريد 500,000، نص مليون، تستاهل. ذا سلمي جوينت. مسكوا ال 91، من هذا ال 91؟ دقيقة بس. خلنا نضم الحلو هذا سلمي، على بالي يوصلنا. وعنده فارا بارتي، بس عنده بارتيين. طيب ليه بس بارتيين؟ يوم تيجي تشوف الكلان حقه، كلان السلمي، تشوف عنده فارا وبلاك رات. وات ذا هيل، بلاك رات معه. هذا مسجون، اوكي. توه طالع من السجن عشان كذا ما عنده ارمي. نسوي هلب طبعا. صرنا 900 و500. خياراتهم 16 و15 و15. ولا شيء.
ما شاء الله مسويين دايرة. شوف كمية الأسهم اللي على شلداتهم. وإيش أقول لكم يا شباب وإيش صار؟ بس مات مننا 100 واحد. فارا يقول لي ثانك يو فور هيلبينج اس. أها هذا الكلان اللي ضميناه أول ما ضميناه هاجموهم وساعدتها. والله عندي تطويرات كثيرة نسيتها ومساجين 32 سجين. يا هلابكم تجاوزنا الليمت ما عليه بسيطة. نحتاج جيتوا بوقتكم والله نحتاج جنود. الحين نضمها بعد ما انقذناها نضمها عشان ايش؟ عشان تنتقم. 80 مصاب مثل ما تشوفون لكن يتعالجون اثناء الحصار. ما عندنا وقت. بسيج ستاون 900 مدافع عندهم اكل حق 3 ايام. يا سلام سلام. كم باقي لكم؟ 1500. الذل. ما ادري ليش بنيت الدرج. ايه خلاص تصير ما يحتاج تناظر وراك. تناظر وراك يجي جيشك. شوف اعدادهم كم صارت 869. ومن ينقذكم الحين؟ اوه اقو ارمي 140. من وين طلعت انت؟ هذا ما مسكته يا اخي. جالس يجند 155 163. جند يا قلبي جند. هذا الفيفرت بعدين بضمهم. جوراه صاحب القلعة اللي ما طاعني. علاقتي 46. توقعوا ان الحين يوافق وانا جالس اقلع مدينته. واو صاروا 200. جمعهم 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 جزاك الله خير. اتوقع ما راح يموتون اكثر من 400. اكثر من نص الجيش ممكن. بالله هذا بيهاجم الحين. اوكي جاب الحشرات كلها يجمعهم. الظاهر ما راح ينقص العدد اكثر من كذا. الباقي ميليشيات بس وهذا القطاعين الطرق. بندخل من بوابة واحدة. صفت خيرك هنا وخلهم يجون. هاتوا المدينة الأخيرة. هاتوا المدينة الأخيرة. شوية حشرات مثل ما تشوفون بدون شلدات بدون أي شيء. تجلس تغرف كذا. هذه قوة التارجاريان كانت. كانت مجرد أرقام. هيبة في المسلسل تنانين. الحين نسوي كذا هبة عشان تسحب الكاميرا تعطيها فاست. شو أحلى ميرسي. ترجع الجنود اللي انحاشوا وتنتظر رسالة بعد ما أخذنا مدينتك يا عزيزي اللورد جوراه مورمنت. مورمنت أذكره في المسلسل بس ما أتذكر من الشخصية بالضبط. What exactly you are. عشان تعرفون يا شباب علاقتي سالب 46. هذا ثالث دليل في هذه الحلقة أثبت لكم أن العلاقة ما في إلا بالدوس كذا. تعدم وتدوس عليه الله يكرمكم برجيلك يدخل معك. ها الله يخرب بيتك يا رخيص. ايش عندك؟ فالور ميرسي كالكوليتنج. النسب الحين بوثق فيها. فالور ميرسي كالكوليتنج هنا. هنا فرق لي اياها بس النسبة هنا اعلى. الله يخرب بيت النسب. توقعتها مرة كذا مرة كذا بس خدعة. فالور ميرسي كالكوليتنج. والله مصعب لي الموضوع. اوكي ضبطت الاولى كالكليتنج. فالور ميرسي كالكليتنج. ما في الا كالكليتنج هنا. فالور ميرسي فالور هنا ميرسي كالكليتنج هنا. يا ليل ليل. النسبة هنا عالية. بسم الله الحمد لله. اشكرك مره ثانيه اللي علمتني الطريقه الله يعطيك الف عافيه. كم تبي فلوس؟ شوف الرخيص كم. 200 الف الحين. هذا يمكن ارخص واحد ضميته للحين بسبب انه ما عنده شيء. لكن لو معه المدينه يقول لك اعطني مليون. وبكذا يا شباب شفتوا في هذه الحلقه اول شيء سبب الاعدام لانك تجيبهم بالقوه افضل من انك تدفع فلوسك واخرتها ما يجيك. وهذه هي سلمكم الله نهاية شو اسمه تارجاريان. توسع رهيب صراحة. جهة اليمين كلها ضمناها من هذه الجزيرة. اكتبوا لي في الكومنت نهاجم مين في الحلقة الجاية. خلنا نلقي نظرة على الجيوش. الدور نطاره 16 ألف وسترن كلهم. يا ولد
شعب طار والله. دوثراكي ما زال 6000، بس مفروض ما نحسب على يعني هذا، نحسب حسابه شيء بسيط ونشوف المفروض نشوف يعني المناطق. مثلا انا افضل نجمع المملكة البيضاء هذه اللي هي مملكة فولنتس، او والله ما في او نارفس، اتذكر انهم خذوا مني هذا المدينة وبعدين البيض خذوها، فولنتس خذوها منهم، فما ادري. اعطوني رايكم واتمنى انكم استمتعتوا. لا تنسون اهم شيء الراي، اقتراحات وانتقادات مرحب بها كلها، ولا تنسون اللايك، ونراكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.